مهاجم مولودية وهران حمزة باللحول الذي غادر السجن قبل أيام، وقال إن دخوله إلى المؤسسة العقابية كان بسبب شجار فقط وليس كما تم تداوله، مضيفا أن الأمر إذن أو القضية باتت من الماضي وإنه يركز على فريقه فقط وعمله. يقولوا أنا دخلت للسجن كيما يقول لك إن الله إذا حب عبدا ابتلاه، أنا هذا ابتلاء من عند ربي ما نربوش معاه سواله. كيما يقول مصارين في الكرشي دابزوا، خوتي دابزوا، دوك أنا شرا شجار دابز دخلت للحبس. والله هاد الناس هادو، أنا عندي عائلة، عندي دار، عندي بويا، عندي جداتي، عندي جدي، عندي خوتي نحشم منهم. الناس تخرج في الهضرة، واحد يقول لك منا، واحد يقول لك منا، واحد يقول لك منا، والله حسبي الله ونعم الوكيل. كيما يقول لك الحمد لله يا ربي، تما دوك هاد الصوالح فاتوا وانا ما نقعدش نخمم وما بغيتش نروح معاهم بعيد ثاني. معليش الحمد لله يا ربي، كيما يقول كل شيء فات وهذا ابتلاء من عند ربي، وانا دوك عاود وليت ان شاء الله وليت نصطاف ووليت ليكيب.